هذا سائل يقول: إذا أوصى رجل بأن يكون هذا المال هو على الولي فلان وعلى قبره، فهل تنفذ هذه الوصية؟ وهذه تحتاج إلى القاضي في البلد، يذهب إليه بهذه الوصية والقاضي يبينها، ولكن على سبيل العموم هذه الوصية تصرف في الشيء المشروع ولا تصرف فيما أوصى به الموصي من الشرك والكفر، تصرف في الأمور المشروعة. نعم.